امام باريس سان جيرمان وفريق مونبولي انه الضغط مسلط على باريس. وهذه كره الهدف الثالث جميله، والهدف الثالث عالمي عالمي يا بن هند، عالمي. شويه من فراس، شويه فنان عربي اسمه يونس لقبه بالهند وكنيته ساحر السحره. الله يا بالهند، الله الله على الكنترول والله على الازدواجيه، مقصيه في عمق التسعين، قال له جيبها لو تقدر يا موندوندا. هدف عالمي، هدف عالمي لنجم المستقبل العالمي.